مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. معنا الان الاستاذ قاسم عمر، الممثل والمخرج المسرحي، الاستاذ المبدع. اهلا ومرحبا بك استاذ قاسم. بدايه استاذ، حدثنا عن بدايتك ومسيرتك الفنيه في مجال التمثيل. اولا قبل ما اتحدث عن بدايتي الفنيه، انا اشكر قناه بلقيس التي نزلت الى عدن وتعمل لقاءات فنيه مع الفنانين، وهذا شيء طيب جدا. اول مره نحس لفتة من القنوات الإعلامية بهذا الجانب. والسؤال حول بداية الفنية، هذا قد يعني جاوبت عليه في أكثر من قناة، ولكن ما فيش معنى أن الواحد يعني يعيد ويتكلم في هذا الجانب. طبعا أنا قاسم عمر، بدأت حياتي الفنية في مطلع السبعينات وأنا طالب في المدرسة الثانوية، ودخلت في فرقة المصافي الكوميدية في البريقة بحكم أني كنت ساكن في منطقة البريقة مع نجوم المسرح الكوميدي آنذاك، الحاج عمر وعلي صالح بن صالح وحنا عبد الله عمير وناصر حسين، اللي تعلمنا منهم ونهلنا منهم الكثير من الفن في الكوميديا بالذات يعني. وأنا مع مجموعة من جيلي من أترابي، الله يرحمه عبد الله حميد سيف، عبد الحكيم، وضرار راوح، عبد الله حسين، منصور غبري، ونحن مجموعه كنا ننشط داخل المدرسه، وانتقلنا الى هذه الفرقه. طبعا هم سبقونا بسنتين حوالي. نعم. وبدات حياتي الفنيه، ودخلت في اول دوره للمسرح في عام 75 76، كانت اول دوره تقيمها وزاره الثقافه، ومن هذه الدوره أخذت كل الفرق الفنية اللي موجودة داخل عدن، ولحق وأبين وحضرموت، قامت بها وزارة الثقافة، ومن خلال هذه الدورة تشكلت فرقة المسرح الوطني في منتصف السبعينات في عام 1976. أيوة. وكنت أنا للشرف أن أنا أكون عضو في هذه الفرقة، من المؤسسين فيها، واستمرت في الأعمال الفنية مع فرقة المسرح الوطني. تحولت من بعدها طبعا توظفت وزارة الثقافة، ومن الوظيفة طبعا استمرت كثير من الأعمال الفنية المشهورة آنذاك، واللي لا زال لها ذكري لحد الآن، الذي قدمناها مثل مسرحية فتاتنا اليوم والتركة الجزء الأول والجزء الثاني، وديزراتوس ربوه، وثورة الزنق، وأعمال فنية كثيرة عربية وعالمية ومحلية. وأتى وقت التأهيل الأكاديمي في عام 1980، بعثت وزارة الثقافة مجموعة من الفنانين وأنا كنت من ضمنهم. التأهيل الأكاديمي لتصبحوا ممثلين يعني في مجال التمثيل، في الإخراج، في كل التخصصات يعني. وكل ما سبق ما شاء الله أستاذ كنت يعني تؤديه. هذا كان يعني كل نحن من موهبة، كانت كل طبعا اللي ما يدخل في هذا المجال إلا إذا كان موهوب، ولا صحيح أكيد يعني يستمر فترة ويتوقف. نعم. الرهان على الاستمرارية هو الأصحاب الموهبة دائما. طبعا. وتأهلنا من 80 إلى 86 وأننا شهادة الماجستير، وواصلنا العمل الفني في فرقة المسرح الوطني. وكانت الأعمال الفنية آنذاك في قمة ازدهارها، قدمنا الكثير من الأعمال العربية والعالمية واليمنية. هذه فترة الثمانينية، من السبعينات إلى الثمانينات، إلى أن أتى عام 90، أسست الوحدة واستمر العمل الفني، بس ما كانش بنفس القوة لأن العاصمة تحولت إلى صنعاء وتعرفيها. وبعد في تلك الفترة توقف، يعني كانت ثقيلة الأعمال الفنية، كانت قليلة جدا، اللهم أنا من المشاركات في مهرجانات محلية، المهرجان الأول للمسرح اليمني والمهرجان الثاني. هل تعول يعني هذه القلة أو التراجع هذا إلى مثلا نقص التمويل أو عدم التفات السلطات والجهات المعنية إلى المسرح في هذا؟ لا، مش في هذا بس فقط، هذا أحد العوامل، لكن العامل الرئيسي كان أول قبل الوحدة وزارة الثقافة تعمل بند ضمن موازنتها للنشاط الثقافي والفني لفرقة الدولة في المسرح والفنون الشعبية والرقص والأكروبات والموسيقى وكله، يعني ضمن في الموازنة بند، يعني لازم يكون للنشاط الثقافي على مدار العام. بعد الوحدة السيستم اختلف أو النظام اختلف، يعني ما فيش الجانب هذا، مش موجود، مش على فقط على عدن، على كل المحافظات. لم يعد هناك خزينة مخصصة. أيوة ما فيش، بس اللهم فقط إلا لما تكون في احتفالات رسمية
وزارة الثقافة تقدم حقها المشروع إلى الرئاسة، والرئاسة هي اللي تصرف للأعمال الموسمية أو بالأصح الأعمال الوطنية، يعني حق المناسبات يعني. ونادر ما يكون في أعمال فنية من غير مناسبات، إضافة إلى قلة المشاركات الخارجية في المهرجانات. يعني أصبح الفن مسيس أو لا يتم يعني إلا بشخطة قلم موافق أو غير موافق. إلى أن أتت 94. بعد 94 يكاد يكون مات المسرح بالذات في عدن، يعني لأنه كان معنا هو المكان الوحيد اللي كان المسرح الوطني اللي موجود في التواهي، اللي كنا نقيم فيه نشاطنا كان تابع لوزارة الثقافة. بعد 94 أصدر قرار رئيس الجمهورية المخلوع السابق علي عبد الله صالح بإعادة المسرح إلى مالكه الأصلي المستثمر، رغم أنه هذه لها قصة ثانية ومش وقتها الآن أجي أشرحها لك، أن المالك قد أخذ حقه 3-4 مرات وهذا أعاد له المسرح. أنا كان في سمسرة حول هذا الموضوع، ووقف المسرح داخل عدن كبناية كمكان يضم الفنانين يقدموا فيه أعمالهم، ما فيش، اللهم أنه يقدموا داخل دور السينما وداخل قاعة فلسطين اللي هي قاعة مؤتمرات، يعني ما فيش، يعني أصبح الممثلين المسرحيين متشردين كأنهم، يعني حاجة بالشكل ذا، يعني ما كانش مكان الذي يأوي الفنانين، مش المسرحيين بس، حتى الموسيقيين حتى الفنون الشعبية، يعني ما فيش مكان يأويهم حتى أنهم يقدموا أنشطتهم بشكل مستمر. إضافة إلى هذا ما فيش موازنات تقدمها وزارة الثقافة لمكاتب الثقافة في جانب النشاط الثقافي والفني. ممكن يقدموا الموازنات في الترميمات، في المواصلات، في الشغلات زي هذه، في الشؤون الإدارية، لكن الذي مجال الفن والإبداع والمسرح الذي وجدت من أجله وزارة الثقافة، النشاط الثقافي الفني اللي هو المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والفنون الشعبية والأكروبات والكتب والندوات، مع الأسف الشديد ما كانت موجودة هذه الموازنات، عشان كذا قل النشاط المسرحي. اللهم كل الذي كان يقدم فيما بعد، هذه الإرهاصات اللي كانت تقدم مجرد من نشاط خاص بالفنانين أنفسهم، يعني كل مخرج يعني معه عمل، وبالذات وقت المسرح الوطني اللي قدر يعني تابع للدولة، يعني لما أكون أنا مثلا أقى في بالي أن أنا أخرج عمل مسرحي استفزنا عمل قريته، أجري بعد الموازنة حقه وأدور البلاد كلها علشان أخرج مبلغ معين حتى ما يكفيش للديكور وللملابس، إلى أن أتى ربي يتفرج على وزارة الثقافة، أتى قرار أو قانون بإنشاء صندوق التراث. هذا قلنا الحمد لله تعشمنا منه، أنه بيكون هذا رديف لوزارة الثقافة هذا الصندوق وياخذ. ولكن صندوق التراث أيضا موجود في صنعاء، هو طبعا كله طبعا بحكم العاصمة، طبعا هذا الصندوق اللي من مهامه أنه يساند وزارة الثقافة بأن ما عندهاش موازنات، ما عندهاش هذا، يردفها بأن تقدم خططها وبرامجها في بناء أو تجهيز بعض استكمال بعض المسارح اللي كان فيه. وقتها انتعش المسرح بفضل هذا الصندوق؟ هو يعني بدأ يتفعل في 2004 لما كانت صنع عاصمة الثقافة العربية، لكن مع الأسف الشديد التحول هذا الصندوق إلى صندوق شؤون اجتماعية، مع الأسف الشديد أيضا، يعني الفنانين اللي حالتهم يعني أقل مرتب قدو مرتب الفنان واللي هم مضطهد داخل هذا للأسف، نعم فكانوا يدعمهم من هذا الصندوق، بس وصل إلى أنه هذا الدعم مش فقط للفنانين، حتى الناس من خارج الوزارة، إدارة شؤون القبائل، الشيء موظفين في الدولة في إدارة ثانية، يعني برسالة من الوزير، برسالة من، يعني تحول الصندوق إلى جمعية خيرية، إلى جمعية خيرية أو إلى شؤون اجتماعية، يعني لمن يستحق ولمن لا يستحق. وكان يعني نشاطه الثقافي والفني بدأ يقل ويضمر ويضمر إلى أن تلاشى. طبعا هذه الوضعية اللي نحن عشنا فيها أثرت كثير على جيلنا، أكيد تأكيد عاش جيلنا يعني مراحل زهو ومراحل نمو ومراحل ازدهار ومراحل أخرى يعني انتكس فيها وتعثر النشاط الفني بشكل عام بما في المسرح. طبعا هذا أثر علينا نحن كفنانين، يعني بدأ الفنانين يلتجؤوا إلى ظاهرة جديدة اللي هي التلفزيون. صحيح طبعا الإذاعة كنا نعمل فيها من قبل بشكل مستمر،
الى ان ظهر موضوع المسلسلات التلفزيونيه اللي في رمضان تنعنش الفنانين قليل وابداوا يتنفسوا وينفسوا انفسهم. قدمنا كثير من الاعمال الفنيه في مسلسلات رمضان، من مسابقات رمضان، من مسلسلات برضو الى هذه السنه يعني. لكن النشاط الثقافي والفني بالذات المسرحي متوقف، يكاد يكون انتهى. اللهم انه في المعاناه يقول لك تولد الابداع، في فرق فنيه شبابيه، فرقه خليج عدن، فرقات مش عارف يعني، في فرق فنيه موجوده داخل عدن شباب، والشباب اختلف يعني، مش زين احنا يعني الشيوخ ما عدنا شباب بعد نروح نتابع من مكان لمكان. ما راي استاذ قاسم الان في المجموعات الشبابيه الموجوده على الساحه، المجموعات الشبابيه الفنيه؟ والله في شباب يعني يقدموا اعمال جميله، وفي شباب مع الاسف الشديد يعني يفتكروا المسرح مجرد نشاط وتقفاز. لا يعني مثلا شوفي فرقه خليج عدن بصراحه يعني فرقه بدات باعمال بسيطه وبدات بأعمال، لكن بعدين بدات تنضج، بدات تقدم اعمال كويسه، تجارب جميله في المسرح، والشباب اللي فيها المخرج عمرو جمال ورائد طه وعدنان الغضب وخالد حمدان، مجموعه كبيره من الفنانين الشباب الان عملوا بصمتهم واضافتهم. طبعا يعني وحتى نحن ساهمنا معهم واشتغلنا معهم، بعض الفنانين اشتغلوا معهم في المسرح، بعضهم اشتغلوا معهم في التلفزيون في المسلسلات الى اخر عمل يعني. ويعني هذه تكاد تكون الفرقه او المجموعه اللي ظهرت اكثر يعني. في فرق ثانيه يعني، في شباب ثانيين يعني زي صقر عقلان مرشد ومع مجموعه وعمر الشعبي ومجموعه فرق ومجموعه برضه في المعلم ومجموعه في التوا يعني، بس هذه تحتاج الى توجيه. نعم، دوركم انتم هل تقومون بتوجيه هذه الفرق؟ والله نحن لا نبخل الفنانين الممثلين والواعدين، نحن لا نبخل اذا كان طلب مننا، لان في بعضهم ما تجي تعطيله ملاحظات معينة فتحس انه زي اللي يتحسس منك، خلي له حاله لما هو بنفسه بيجي لك يعني. طبعا من الاعمال الفنيه اللي قدمتها انا كثيره جدا يعني، مسرحيات كثيره مشهوره واستمرت يعني، لي مشاركات داخليه وخارجيه كممثل وكمخرج. من الاعمال الفنيه التي قدمتها في بدايه حياتي الفنيه عائله في خطر، اخراج عبد الله مصيبلي والتاليف الشميري، مسرحيه التركه تاليف سعيد عولقي، هي مسرحيه تكاد تكون مشهوره، هذه المسرحيه قد يعني قدمت في اكثر من منطقه واستمرت على مدار 3 سنوات وهي تقدم عروضها، اكثر من 100 عرض قدمت في كل يعني قبل الوحده، قدمت في كل المحافظات وفي المديريات حتى الى الحدود. الجزء الاول طبعا، الجزء الثاني انا اخرجته اللي هو التركه الجزء الثاني لنص المؤلف سيد عولقي، اضافه الى سيد بنتلا تابع وماتي ومسرحيه دي زراعه وصربو ومسرحيه اداره الشؤون الزين، اعمال مسرحيه كثيره ماكبير. استاذ قاسم، اين وجدت نفسك اكثر، في الاعمال الدراميه التلفزيونيه ام في المسرح؟ والله شوفي كل عمل فني له خصائصه وله ميزاته طبعا، لكن خشبة المسرح هل لها سحر خاص بالنسبة لك؟ المسرح الحب الأول والأخير. التلفزيون هو وسيلة انتشار، تقدم بطاقة تعريف للناس باسمك وفنك وعملك هيعرفوه. قدمت أعمال لا بأس بها في المشاركات، مشتركة مع فنانين في سوريا، لمشاركات يعني داخلية، قدمت أعمال فنية تلفزيونية أنا وزملائي، ولكن يعني الحنين يظل دائما للمسرح. أيوة طبعا، المسرح يعني له شغف خاص، لما تقدم العمل تحس بنشوة خاصة، خاصة لما يكون يعني ذيك الساعة يعطيك الجمهور النتيجة حقها، أيوة ولا لا؟ قبل كيف؟ فشاركت في أعمال كثيرة. والجمهور دائما كان يقول أيوة للأستاذ قاسم؟ والله كان المفروض انك تسال الجمهور حول هذا، لكن حسب ما سمعت يقولوا ايوه. اعتقد انهم اكيد يقولوا ايوه، يقولوا نعم، واحنا كمان نقول ايوه. الله يخليك، الله يبارك فيك. بس المشكله في عدن انه تفتقر الى دار المسرح. وانتم اليوم جبتونا الى هذا المكان استضفتونا فيه، لفت نظري هذا المجلس التشريعي السابق، فكان مهمل رغم انه مكان اثري وجميل. شوفوا في الخارج على الاماكن اللي زي هذه يستغلوها، يخلوها دار للموسيقى، مكان للمسرح للعروض للتجارب الفنية الخاصة، يكون جاليري ولا معرض للوحات الفنانين التشكيليين، ويكون قاعة للسينما بشكل تاريخي. فهذا المكان قدامنا تحفة،
أنا من هذا الموقع ومن هذا المكان أنا أقدم التماس ورجاء من القيادة اللي موجودة في هذه البلاد لو كانوا يسمعون إحنا طبعاً. ليش ما نستغل هذا الموقع طالما أنه هو مهمل بهذا الشكل؟ هذا الموقع وغيره أيضاً من المواقع. يعني أنا أتكلم عن الموقع بحكم الآن فيه يعني. ليش ما يكونش مسرح للتجارب الفنية أو مكان لل يخدم الثقافة، يخدم الفن، يخدم الروح أيضاً. يخدم الروح إضافة إلى توالي الحكومات والأنظمة اللي كانت قبل الوحدة إلى الوحدة إلى الآن، إلى مع الأسف الشديد ما حد منهم بنى دار للمسرح، مسرح متخصص. صح بنوا قاعات زي قاعة فلسطين، بنوا لنا قاعة بعد ما خرجونا من المسرح الوطني في حافون، مع الأسف الشديد لم من 98 إلى اليوم لم يكتمل بنائها. يعني تحس أنه كأنه الفنانين المسرحيين أبناء غير شرعيين لهذه، مع الأسف الشديد. لكن لو كان يعني مكان يعني لحزب سياسي أو منظمة سياسية، حتى تصوري أنه في حرب 94 يعني مقرات الفرق المسرحية أخذوها متنفذين، اتحاد الفنانين بكله اللي كان تابع اتحاد الفنانين موجود هنا في عدن على القطة في شارع العروة أخذ وسلب إلى حد اليوم. يعني في أصول، يعني لأنها مع الأسف الشديد الثقافة يبدو لي أنها هي الجدار القصير داخل هذه البلاد يعني. لكن نحن نتعشم أن يكون في لفتة حول الثقافة ولفتة للفن، لأنه الحياة مش كلها سياسة ولا كلها عسكرة ولا كلها اقتصاد. الحياة بأمس الحاجة برضو فن الفن الغذاء الروحي موجود يعني مهم جدا للبشرة. يعني أنا في اعتقادي هكذا لازم يكون في توازن، يكون في بالانس بين الفن والسياسة والعسكرة والاقتصاد، لازم يكون في مشان الأمور تمشي كلها بشكل مستمر. أستاذ قاسم الممثل والمخرج المسرحي، شكرا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، كان معنا الأستاذ الممثل والمخرج المسرحي الأستاذ المبدع الأستاذ قاسم عمر.